هلا ليك انا درسي ورمان حيطت فوق سنين توم الليل منه نايمون. انا من اهالي قريه التوامه، وكنا نتردع على المستوصف من اجل تقديم الخدمات، ان كان نسائيه وان كان اطفال وان كان داخليه وان كان تحاليل وان كان لقاح وان كان خدمات عامه. فكنا لا نلاحظ ان جهد في الوصول الى اي مركز باعتبار ان يوجد مركز في التوامه، وكان يقدم خدمات جميله وجله وكبيره وتخدم جميع الموجودين في هذه المنطقه السكنيه من نازحين ومن اهالي القريه، حيث يوجد نازحين حوالي 11,000 عائله ويوجد نسمه، ويوجد من سكان اهل القريه حوالي 9,000 نسمه في هذه القريه. مهجرة من 9 سنوات وقاعدة ببلدة التوامي، وجيت اليوم إلي يومين عم أجي أجيب أولادي وأجي مشان نتلقى العلاج بالمركز، فعم يقولوا لنا ما في دواء، فتنا على النسائية ما في دواء نسائي، فتنا على طبيب الأطفال كتب لنا الراشيتا، والراشيتا مبلغها حقها شي 100 ليرة، يعني نحن مهجرين وأنت بتعرف شو هو المهجر، ويعني عم نتلقى فيه كثير علاج، كأنه من أمراض لحبة السنة للشمانية للقاح، يعني بنيجي فجأة ما بنلاقي فيه شيء. وبلدي يعني حسرا اهل المخيمات، يعني المخيمات في عندها يعني بسبب التجمع السكاني وبسبب الخيام وبسبب هيك يعني عم تنتشر عندنا كثير امراض وعم تنتقل بالعدوى. فنحن هون قريه في جبال مميزه بالفقر والعجز، لو تقوم تحصي المرضى والعاجزين يمكن 30 أو 40% يوميا. فبيقولوا إنه بده يلغوا، معناتها لغيتوا حياتنا كلها، بنموت كلنا من الأمراض. ربما يقول لك إنه في الأتار في مستوصف في كذا في هذا ثلاث، إذا بقتلوا هلا ليك أنا درسي ورمان حيطت فوق سنين توم الليل منه نايمو. والله العظيم ابني الليل ما نامه من إجره، جينا لهون أنا ما معي 5 ليرة، شلون بدي أروح على الصيدلية أجيب دواء لحتى نتعالج أنا وعائلتي والناس كلها مثلها ومثلك. فوجئنا بانقطاع الدعم عن مركز التوامة الذي يضم الأقسام عيادة داخلية، عيادة أطفال، عيادة نسائية، قسم إسعاف، صيدلية تقدم الدواء المجاني بشكل كامل، مخبر لخدمة أهالينا، ويخدم هذا المركز 6,000 نسمة في هذه المنطقة شهريا. لذلك نطلب من جميع منظمات ونناشد جميع منظمات الشمال السوري أن تنظر إلينا بعين العطف لنستطيع أن نقوم بخدمة أهالينا في هذه المنطقة، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعانون منها من الفقر ومن صعوبة المعيشة ومن غلاء أسعار المعاينات في العيادات الخاصة. فنطلب منكم أن تساعدونا ولكم جزيل الشكر.